بكلمات معبرة وعبارات حزينة يجوب أهالي البحرين الفرجان في ليلة وداع رمضان مرددين أهزوجة الوداع في تقليد سنوي توارثته الأجيال جيلا بعد جيل. أهزوجة تراثية تتردد على مسامعنا كل عام في أواخر أيام شهر رمضان المبارك، يعبر فيها أهل البحرين عن حزنهم لفراق شهر البركات بأيامه الجميلة ولحظاته المتميزة. عبر مسيرات تجوب الفرجان يشارك فيها الصغار والكبار. الوداع هذه عادة قديمة حق أهل البحرين، كانوا هاي شيء ورثناه من أبوانا وأجدادنا من قبل، فإن شاء الله هاي الشيء نتمنى إنه ما يندثر ويكون يعني الأجيال الثانية تورث أكثر يعني أكثر وأكثر. كبحرينيين معروف عنا عاداتنا ما زالت بالعكس محافظين عليها، إن يني في استقبال شهر الكريم، إن يني في القرقعون، وحين في الوداع هالشهر الخير شهر العطاء اللي كلها أيام وبيروح عنا. فاحنا هل البحرين يعرفون شلون يستقبلون هالشهر وشلون يعرفون يودعون ذي الشهر؟ طبعا من موروث الشعبي المعروف عن يعني مملكه البحرين وفي جميع مناطق البحرين يحيون هذه الليله ليله الوداع، وكلمات شعبيه محببه لدى الناس، وتحصل ناس يعني يتواجدون من جميع مناطق البحرين عشان ما تفوتهم هذه الليله المميزه اللي هو ليله الوداع. هذا التقليد السنوي الذي يقوم عليه أهل البحرين ما زال مستمراً منذ أجيال مضت، حتى أنه بات عرفاً من أعراف الشهر الفضيل، فيشاركنا أهل الخليج إحياء ليالي الوداع في فرجان المملكة. 3 أيام هو 27 28 و29، 3 أيام الوداع هذا اللي عرفناه احنا، 3 أيام الوداع هذا هو. السعودية فيها بس في مناطق يعني مثل الدمام، دارين، الخبر، الجبيل فيها نفس الوداع، بس ان الحين انتظر، لكن البحرين لا ما زال متمسكين فيه بالحيل يعني، وانا اتشرف وجودي وياهم. يا الوداع يا الوداع، كلمات عميقة ترددها الجدات سيرا على خطى أجدادهم حفاظا على هذه العادة الرمضانية وحمايتها من الاندثار. نجمع الختمات هذا من شهر لشهر، من شهر رمضان لشهر رمضان حق في ذواب أهلنا يونا، بعد حتى سمعنا من صديق صاحب صديق يعني ميت نهدي من عندنا هنا، بقى الخاتمة بقى اللي حد ما قدرنا نعطيه، واللي عندنا من يوم الثاء لدورها ليه 27 هذا هو اليوم معهم. أول نختم نقرأ الختم وما بعدين نقرأ الوداء ونحط قبقتهم ويتقبقون ويستونسون ويمشون لورا الوداء الريويل، ناس عادي تلوي وراهم تلوي ورا الريويل واس نادو يتقعدون ويروحون سيدة سيدة حق الغيوم. ليش هذا اللي عشان عليه؟ في فرجان البحرين القلوب مفتوحة قبل الأبواب، فالجميع يشارك في تلك المسيرات التي تجوب الفرجان، فهذا الموروث الشعبي يوحد القلوب ويعزز التواصل الاجتماعي. فبكل الحب نودع الشهر الكريم على أمل أن نعيش تفاصيله مجددا في السنوات القادمة. الاحتفاء بهذا الموروث الشعبي توارثته الأجيال حتى بات عرفا من أعراف الشهر الفضيل يقوم به أهل البحرين عاما بعد عام. حول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.